بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نواصل في هذا اللقاء درس الظواهر الكهربائية الموجه للسنة الأولى من التعليم المتوسط، وهذا بإجراء بعض التجارب والتطبيقات العملية على الدارة الكهربائية. ومن شروط نجاح هذه التجارب هو الاختيار الأمثل للأجهزة المستعملة في كل تجربة. فهل المصباح مثلا والذي يشتغل ب 12 فولت يجب أن نوفر له تغذية ب 12 فولت، أما إذا تعذر الأمر فإنه يمكن استعمال عمود ب 4.5 فولت. وهنا لدينا اختيارين، إما استعمال عمودين للحصول على 9 فولت أو ثلاث أعمدة للحصول على 13.5 فولت، ولأن 13.5 أقرب إلى 12 من 9 لذلك سنستعمل ثلاث أعمدة. وهنا يكفي ربط هذه الأعمدة بالتسلسل حيث يربط أحد أقطاب هذا العمود، وليكن القطب السالب مثلا بالقطب الموجب للعمود الموالي، والقطب السالب لهذا العمود للقطب الموجب للعمود الموالي، ليربط المصباح بعد ذلك بالقطب الموجب للعمود الأول والقطب السالب للعمود الأخير. أما هذا المصباح الآخر والذي يشتغل ب 3.8 فولت، وحسب التغذية المتوفرة يمكن استعمال إما عمودين ب 1.5 فولت لكل عمود، أو استعمال عمود ب 4.5 فولت، لأن توترات هذه الأعمدة أي ليتونسيون ستوندار هي 1.5 فولت، 4.5 فولت، 9 فولت و 12 فولت. ويمكن استعمال بطارية آلة تصوير أو بطارية هاتف نقال في حال عدم توفر العمود. الشرط الثاني هو التوصيل الصحيح للدارة. فالمصباح مثلا يملك مربطين، هذه النقطة المسمى قاتير أو بلو، وهذا السطح اللولبي المسمى عقب أو كيلو. ولإشعال المصباح، وهذا شرط أساسي، يجب توصيل أحد المربطين بالقطب الموجب للعمود والمربط الثاني بالقطب السالب. فنضع القاتير مثلا القطب الموجب ونلمس القطب السالب بالعقب فيشتعل المصباح. أما هذه المرة فنضع القاتير على القطب السالب والعقب على القطب الموجب فيشتعل المصباح أيضا. وسبب اشتعال المصباح في الحالتين هو أن المصباح غير مستقطب، أي أنه لا يملك أقطاب مثل هذا الجرس. وعند توصيل المربط الموجب للجرس والذي يكون أطول من المربط السالب بالطريقة الصحيحة، أي توصيل المربط الموجب بالقطب الموجب والمربط السالب بالقطب السالب، فإن الجرس يرن. أما إذا عكسنا الربط فإنه لا يرن. وهنا يجب التنبيه أن أقطاب العمود تكون بصفحة قصيرة للقطب الموجب وصفحة طويلة للقطب السالب، وهذا عكس ما هو معمول به في الرمز، حيث يكون القطب السالب بخط صغير والقطب الموجب بخط طويل. الشرط الثالث لإشعال المصباح هو استمرارية الدارة، أي أن الدارة يجب أن تكون مغلوقة.
وفصل أي نقطة من نقاط التوصيل تجعل المصباح ينطفئ. في الأخير نحاول الإجابة على بعض الأسئلة الموجودة في الكتاب المدرسي، ومن بين هذه الأسئلة: ما هو الشرط الذي ينبغي تحقيقه في دارة كهربائية مكونة من عمود، مصباح، قاطعة وأسلاك توصيل حتى يشتغل هذا المصباح؟ إذن الشرط الذي يجب تحقيقه هنا هو الاستمرارية في الدارة. وعند تحقيق هذا الشرط فإن غلق القاطعة يؤدي إلى مرور التيار من القطب الموجب للعمود عبر المصباح ثم عبر القاطعة ليعود إلى العمود عبر القطب السالب. أما في هذا السؤال الثاني، ما دور القاطعة في الدارة؟ ولأن القاطعة جهاز تحكم فدورها إذن هو غلق وفتح الدارة وبالتالي إشعال وإطفاء المصباح. السؤال الآخر، كيف يجب أن تكون الدارة الكهربائية حتى تشتغل هذه العناصر العمود، المصباح، القاطعة والأسلاك؟ والمصباح في هذه الحالة لكي يشتغل يجب أن تكون الدارة مغلوقة. وهل يضيء المصباح عندما يحدث انقطاع في الدارة الكهربائية؟ بطبيعة الحال لا، فأي انقطاع في الدارة يؤدي إلى انطفاء المصباح. أما في هذا السؤال، لاحظ الإشكال التالية ثم لون المصباح الذي تظنه مشتعل. والمصباح الذي سيكون مشتعل هو مصباح الشكل آلف. لماذا؟ لأن أحد مربطي المصباح موصول بالقطب الموجب للعمود والمربط الآخر موصول بالقطب السالب. نفس النتيجة نحصل عليها في الشكل جيم، لأن البلو موصول بالقطب الموجب والكيلو موصول بالقطب السالب. أما في الشكل باء المصباح لا يشتعل. لماذا؟ لأنه تم توصيل القطبين بنفس النقطة أي بالعقب. والمصباح لا يشتعل أيضا عند توصيل القطبين بالقطير فقط. وفي هذه الإشكال الثلاثة يطلب منا إضافة سلك أو أسلاك لإشعال المصباح. ففي هذا الشكل الأول يجب إضافة سلكين، سلك يوصل بالعقب والآخر يوصل بالقطير. أما في هذا الشكل فيكفي إضافة سلك واحد فقط، لأن القطب الموجب للعمود موصول بالعقب والسلك الذي نضيفه يكون بين القاتير وسالب العمود. أما في هذا الشكل الأخير ولأن القاتير موصول بالقطب الموجب، لذا يجب إضافة السلك بين القطب السالب والعقب. أما في هذا الشكل فنضع قطعة معدنية تحت كل من القطب السالب للعمود والقاتير، والتوصيل بين القطب الموجب والعقب يشعل المصباح. فهذا التوصيل يكافئ تماما هذا التوصيل. أما في هذا السؤال، ما هو المصباح الذي يشتعل مع تعليل الإجابة؟ ففي هذه الدارة المصباح لا يشتعل لأن الدارة مفتوحة. في هذه التركيبة الثانية الدارة مفتوحة، لذا فإن المصباح لن يشتعل. وفي هذا الشكل لا يشتعل المصباح لأن المولد غير موجود، والشكل الوحيد الذي يشتعل فيه المصباح
هو الشكل جيم، لأنه بغلق القاطعة تنغلق الدارة، فيمر التيار من القطب الموجب للعمود عبر القاطعة ثم عبر المصباح ليعود إلى القطب السالب للعمود عبر هذين السلكين المركبين بالتفرع، فيشتعل المصباح. بهذا نكون قد أتينا إلى نهاية هذا الدرس. أستودعكم الله.